السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب. درس اليوم يا أحباب اسمه إنشاء ألبوم جديد. إزاي نحن ننشئ ألبوم عندي في البرنامج؟ في حد عارف يا أحباب يعني إيه ألبوم جديد؟ تفضل. تمام، يعطيك العافية. الألبوم ده يا أحباب عبارة عن مجموعة من الصور، أي صور أنا عايز إن أنا نكونها نسوي لها ألبوم. عشان خاطر نسوي لها ألبوم يا شباب، أنا أضغط على ألبوم جديد، زر الماوس اليسار، وبعد تظهر عندي هذه النافذة. أول ما ظهر عندي النافذة يا أحباب، هتظهر عندي الصور الموجودة عندي على جهازي. أي صور أضغط عليها وبختار زر الماوس اليسار، أول ما أضغط عليها تظهر عندي تضاف هذه الصور. أي صور تانية عندي يا أحباب أستطيع إن أنا أضيفها عندي في البرنامج، وأضغط زر الماوس اليسار وبعد أضغط على إنشاء. أول ما تغطي يا أحباب على إنشاء سوالي هذا الألبوم. طيب إن أنا الحين عايز نسوي ونستخدم الخصائص اللي في الألبوم. طيب أول شيء بضغط على تحرير، أول ما تغطى على تحرير هتظهر عندي النافذة هذه، وأستطيع من خلالها أول شيء إن أنا أغير عنوان الفيديو هذا. أضغط زر الماوس اليسار وأكتب إيه اسم الألبوم، هنسميه إيه ألبوم صور، وبعد أضغط على موافق. الحين اسم الألبوم بقى اسمه ألبوم صور. طيب يا أحباب، أنا الحين في الصور هذه عايز إن أنا نضيف موسيقى للخلفية. إزاي نضيف موسيقى للخلفية يا أحباب؟ فعلا نضغط على موسيقى الخلفية هذه ونختار. أنا عندي عدة اختيارات، بختار منها أي شيء أنا عايزه عندي في الألبوم. مثلا هذه أضغط، لو شغلت الحين الألبوم عظيما. أنا استطعت الحين يا أحباب إن أنا أضيف موسيقى الخلفية. طيب يا أحباب، أنا الحين بعد ما ضفت الموسيقى عندي صوت مخصص، لو عايز نضيف لها صوت مخصص، أو لو أنا بعد عايز خلاص كده أنا أنهي الألبوم بتاعي وأضغط على إنهاء الفيديو. طيب أنا عايز طبعا هنحول الحين الألبوم لفيديو، أختار الجودة عالية ولا متوسطة ولا منخفضة؟ أكيد طبعا أنا بختارها جودة عالية، وبعد بضغط على تصدير. أو ما أضغط على تصدير الحين راح تظهر لي نافذة، وبعد أول شيء نحدد المكان اللي احنا ننفذها فيه. نضغط مثلا على الديسكتوب هذه ألبوم صور، نفس الشيء، وتصدير. أول ما ضغطت على تصدير يا أحباب كتب لي راح يحول الحين الألبوم ويضيفهولي في ديسكتوب سطح المكتب بعد ما يكتمل هذا التصدير، ويحوله للفيديو. الحين يا أحباب اتحول الفيديو. كده يا أحباب انتهينا من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.